وجينا بعد كده دخلنا في مرحلة الهجرة وبلاد العم السام. نعم مظبوط كده. جينا بدك تقول يعني كانت فترة تخزين يعني بهداك الوقت انا ما كنت عارف انها فترة تخزين حتى لانه الكتابة مش واردة يعني بدون وعي، ولكن هلأ لما بقعد بلتفت لهالامور هيدي بلتفت لورا لحياتي اللي مرقت فيها للتجارب اللي مرقت فيها سواء كانت تجارب طفولتي، حياتي بالريف، حياتي بالمدينة، حياتي بالحرب، الهروب، الخوف، فكان كلها مثل ما قلنا خزين. لما طلعت على الغربة وبلشت اكتب حسيت انه انا هالفترة هيدي ما كانت سلبية لهالدرجة اللي كنا شايفينها بالوقت اللي كنا عايشين فيه، بالعكس انا طلعت بخبرات بالفعل. طلعت بتجارب وطلعت باشياء زكت ألمي واغنته يعني لحتى اقدر اكتب عن تجارب الناس الموجودين هلأ بالوطن. هي كانت مرحلة إعداد جيد لك دون أن تدري، يعني لا إرادية، مرحلة إعداد ربنا أعدك فيها الإعداد الطيب الجيد، وبعد كده بقى عندك مخزون كبير، فحصل بقى يعني إيه انفجار في المشاعر وفي الكتابة وبقى في زخم ونشاط كبير الحمد لله. يعني لما طلعت على أمريكا أنا تعرف كان الفيسبوك مبلش جديد يعني هذه بداية كتاباتي، فكان الفيسبوك مبلش جديد، وانت طبعا بالغربة انا طلعت اولادي كبروا كلهم راحوا على المدارس اول سنة طبعا مشغولين انه تسطل داون لحتى نعد ونثبت حالنا وهيك جديدة. بالحياة الجديدة بعدين تقعد صار عندك وقت بقاش في الهم اللي كان عندك الهم ببيروت صحيح. الهم الامني والهم هولي صار عندك يعني فراغ نوعية صار عندك الاهتمامات اختلفت وصار عندك وقت اكبر تقعد مع حالك وبذات الوقت حسيت بالفراغ يعني انت تركت عالم تركت 40 سنة وراك فهول الأربعين سنة هول انت يعني ما فيك تتركهم يعني انا وقت اللي طلعت من لبنان الشيء اللي حملته معي ألبومات الصور الصور كلها الألبومات أخذتها ورقية ذكريات وأخذت معي الكتب اللي كنت أقرأ فيها كمان. سواء الكتب المقدسة والمراجع أو الكتب الثانية اللي أنا كنت أقرأ فيها فهيدي الأشياء اللي أخذتها معي فتخيل انه هولي وجوه اهتماماتي يعني وجوه الناس الطبيعه ما قدرت اخذها لبنان ما قدرت احمله معي ولكن حملته بجعبه في ذاكرتك بقلبي فانا حامله لبنان كله معي وطالعه في وجدانك من فلما قعدت فتحت الشنط تبعولي لازم شو بدي اشوف قدامي يعني انا ببلد جديد لغه جديده علي حياة جديدة مجتمع بالكامل. جديد ثقافة فبضل جديدة. ثقافة جديدة مع إنها مريحة ولكن بضل شوقك وقلبك وحنينك طبعاً. وفكرك وعقلك بالناس اللي تركتهم بلبنان بالبلد اللي أنت ربيت فيه فمن طبعاً. هون كان بلش القلم يكتب يعني هون أنا بلشت على الفيسبوك وتبي تشوف أنت في تفاعل والتفاعل بخليك بيحرك جواك شيء تاني فبتصير بيعطيك دافع لحتى تكتب مؤشر ان انا ماشي يعني صح بلشت اكتب خواطر لقيت في قبول لقيت في قبول ولقيت في تشجيع فمن هيدي كانت نقطه الانطلاق القلم بسنه 2004 2005 بدك تقول لما طلعت على امريكا بلشت اكتب وده شيء جميل وتجربه حلوه ولذيذه يعني الكاتب لما بيكون في مخزون جواه كتير قوي بعد كده يبتدي يفكر يكتب ما بيلاقيش معاناة علشان يطلع الفكرة أو يعني المخاط ده مش بيلاقيه إنما لما بيكون حد جديد خالص وبيفكر إنه يعمل أديب فدي بتبقى مأساة تانية لأنه هيبقى فيه ولادة متعسرة لا أنت كان عندك الزخم وعندك المخزون متوفر جدا هو عايز بس عايز شباك عايز نافذة يطلع منها ولذلك كان الإنتاج غزير ولذلك النهاردة إحنا بنقعد مع الأستاذة استاذه خلاص فرانسيس اللي هي يعني انا جوكر اسمحي لي في التعبير يعني هو الحقيقه اديبه واعلاميه وناقده كل ده مره واحده يعني فده نتاج تاريخ طويل يعني انا عمري ما قصدت اني اكون كاتبه ولا اديبه هو ده الجميل على فكره استاذه اخلاص ولا كاتبه مقال ولا حتى اعلاميه يعني بتحس انه الظروف مشيت فيي درجه يعني لحد هلا كل يوم بيطلع عندي شيء جديد انا ما كنت يعني ما كنت مفكره فيه حتى يعني انا بلشت من كتابه خواطر عملت اول ديوان شعر مع الشاعر معروف عزار الشاعر معروف عزار وكانه الله بيحط بطريق ناس يوجهوني بالزبط. فقال لي عندك يعني نفس سردي بالشعر تحول الى الروايه فانا من النوع الناس اللي بيحبوا التحدي لما واحد بيتحداني
يعني قلت له انت شايف فيني اكتب روايه؟ بيقول لي انا بتحداك انك تكتب روايه. فقلت له اوكي انا راح اكتب روايه، مع اني كنت كاتبه قصص قصيره هيك فبدي موضوع للروايه بتجربي على حياتك كده مش فكانت روايه رغبات مهشم اللي هي اول روايه لإلي، كانت تحدي مع الشاعر معروف عزار، مع انه بعمري ما فكرت اكتب روايه، وهيدي الروايه قصتها حقيقيه، يعني ناس اتعرفت عليهم وقصتهم حقيقيه. ده جميل في مسيرتك الشخصيه، يعني ان انت ما كنتيش بتعدي نفسك ولا رسمه ولا حاطه بلان لنفسك، يعني في مثلا طفل حبيبي انت نفسك تطلع، نفسي اطلع دكتور، نفسي اطلع مهندس، انما انت ما كانش ما قلتيش مثلا اخلاص انت نفسك تطلع، نفسي اطلع اديبه، ما قلتيش كده، لكن هو من جواكي ربنا اعدك الاعداد الجميل دهوت، حتى التجارب الصعبه كانت في خدمتك. ولم وهو طبعا زي ما قلت فعلا حط قدام منك الناس اللي هي تقدر تساعدك وتكمل لك مسيرتك عشان تمشي في الخط ده، ولذلك انطلقتي وان شاء الله يعني طلعت للنجوم بدون يعني بأسانسير الحمد لله. فنحييك على هذا ونشكر الله انه اعطانا هذه الفرصه، يعني اصل مش من السهل ان احنا نلاقي مواهب جميله وعقول بهذا الألق يعني تنور للناس مسيرتهم. الناس محتاجه كده، محتاجه كتاب ومفكرين يحملون قلب كبير وعقل نير ينور لهم طريقهم، احنا في اشد الاحتياج ليه. فشكرا يعني جزيلا لله وشكرا جزيلا لحضرتك، شكرا لك على هالكلام. الحقيقه دي حقيقه مش مجامله، انا دور الكتاب يعني مهم جدا. انا ما عم بحكي عن حالي بس، انا بحكي بشكل عام دور الكاتب هو القوه الناعمه بالزبط. هو اللي بيهدف ليقوم بالمجتمع، هو اللي بيسلط اول شيء الضوء على مشاكل المجتمع اللي عايش فيه، وحتى الناس المسؤولين يلتفتوا على المجتمع هيدا. فالكاتب له دور كبير والكتابة مسؤولية طبعا. وأنا لما عملت أول عمل، أنا طبعا كل هالفترة اللي قبل ما أنشر أول كتاب لإلي كانت فترة تسلية لإلي، ما كنت أفكر بمسؤولية كانت يعني أوكي أكتب قصايد، أكتب شزرات، أكتب قصص قصيرة، أكتب خواطر، ولكن كانت من نوع التعبير الذاتي عني تنفيس. أنا تنفيس لإلي أنا لكن مريح، مش في طموحك أو مش بطموحي أني أنا أنشر حتنشريها وتبقي كاتبة أو أبقى كاتبة أو شيء، ولكن لما عملت الرواية خير كل شيء، فصارت الكتاب الرواية تبعي بين إيدين الناس، صارت مسؤولية كبيرة إنه أنا شو أحط بين إيدين الناس. صحيح، لازم أحط شيء بين إيدين الناس يستفيدوا منه وله قيمة، له قيمة يعني له قيمة نوعية، سواء كان على مستوى اللغة، مستوى الموضوع، مستوى المعالجة، مستوى الفكر مستوى الثقافي، يعني لازم يكون في له قيمة، وإلا شو نفعه أنا أحطه بين إيدين الناس. بالضبط، فالألم مسؤولية، والحقيقة خوفني جدا يعني. ما هو دي الفرق بين الناس اللي لهم بصمة والناس اللي ما لهمش بصمة. يعني أنا بتمنى أني أكون الحقيقة أترك بصمة أو أكون بصمة بحياة الناس، لأنه مثل ما قلت الكاتب لازم يكون لازم يترك بصمة ولازم يعمل، لأنه هو القوة الناعمة اللي بتحرك المجتمع. وإن لم يترك بصمة فلا داعي له، فلا داعي، يجب أن يترك القلم كمان الحقيقة. يا تترك بصمة يا تترك القلم، واحدة من اتنين ملاش حل. هو الزمن هو الحقيقة اللي بغربل وبيقول مين اللي تركوا بصمة. طبعا. مثلا أنت فيك تشوف جبران خليل جبران، عايش طه حسين، العقاد، مخائيل نعيمي، المتربي، طه حسين، هالكبار، نزار قباني، هول الناس على المستوى الأدبي. بس عندك الفنانين أم كلثوم، فريد الأطرش، وديع الصافي، صباح، نصري، عبد الوهاب، عبد الحليم، الناس اللي عايشين معنا لغاية النهاردة وحيعيشوا بعدين هلا كمان. كان على أيامهم في ناس تانيين طبعا، كان فيه طبعا. بس الزمن غربل وهول اللي لهم بصمة عميقة بقيوا. برافو عليك، ده صح، هي دي بقى الفلترة. نعم، هي هيدي الفلترة. هي دي الفلترة.